الكيد يحمل من سلالية المسلم نطالب بأرضنا المغتصبة أيام الاستعمار 1940 الذي كان يعيش على ظهرها والدينا وأجدادنا. واليوم نتفاجأ بالمشروع نزل على ظهرها وأدلوا بوثائق أن والدينا باعوا هذه الأرض في الاستعمار. الاستعمار جاء ليغتصب أرضنا وليس ليشتري منا. بينهما قالوا بأن هذا الأرض أخذتها يعني الأملاك المخزنية بظاهر 1963 من المعمرين. الأرض أخذت من أجدادنا من المستعمرين وليس من المعمرين. فرق كبير بين المعمر والمستعمر. المستعمر من وجد الأرض عامرة بأهلها ونزعها منهم وشردهم وهجرهم وقتلهم. أما المعمر هو من وجد الأرض فارغة ولم يجد فيها أحد ثم أخذ هذه الأرض وأصلحها وعمل عليها. أما أرضنا فهي أخذت من المستعمرين. عذب والدينا وشردوا وقتلوا وهجروا من دورهم. كيف يفعل من صوبت البندقية على رأسه؟ ما عليه إلا أن يسلم أرضه أو يموت. ونحن اليوم نتفاجأ بأن أرضنا أخذت من المستعمرين، ثم بعدما ذهب الاستعمار تفاجأنا أن الأرض أخذتها الأملاك المخزنية بظاهر 1963. نحن لا نعترف بهذا البيع ولا نعترف بهذه الوثائق. أرضنا دويسليمية والتاريخ يشهد لنا بذلك. الأرض لمن هي؟ الأرض ديال دويسليم قبل أن تكون في ملك هذا المستعمر اللي هو سميتو موريس، وقبل أن تكون في ملك الأملاك المخزنية. نحن اليوم نطالب بحقنا ونرجو أن يبلغ صوتنا لجلالة الملك أيده الله ونصره ليرجع لنا أرضنا. كيقولوا بأن الزمزامي كانوا عنده يد في هذا الشيء، واش كيفاش كيجي يكون مرشح ديالكم الزمزامي؟ الزمزامي رجل من المغتصبين، رجل من الذين نهبوا الأموال، أموال الجماعة. نهب أراضي دويسليم، ونهب أراضي ولاد السبيطة، ونهب أراضي الحنشة، ونهب الأموال العائدة في صناديقهم، ولم نستفيد بدرهم واحد. كيقولوا بأنهم اللي كتكون شي مشكل كيصيفط لكم شي عصابة كتعدى عليكم في الطريق، هل هذا صحيح؟ لا، إنما يهددون بالدرك، ويهددون بالدرك، ويهددون ببعض المناوشات التي تكون من أشخاص لا نعرفهم. الأرض سيدي كلها القبيل تشاهد، حتى لنا أي بلاد تتشينينا دازت خانترا، دازت طريق أخرى، أي مشروع ما تتخلصوش فيه. فعنا لكارطات تعلقت لائحة شوية تحيد حاجة مبقى دير السوق عما بيناتها، عما بين القايد والباشا والرايس والنايب. من تنجيو نهضرو تنوضي كاينش اللي تنشوف فينا ولا يقول لنا تعالوا راه تما اليوم غاتشدوا ولا اليوم غاتخلصوا. كامل القبيل تخلصوا كلشي، حنا ما تخلصنا والو، وعندنا البلاد ديال الملك لا اللي ساكنين فيها ولا هذا المشروع اللي بدا دابا. دابا هادي ارشدو لكم واش هادي؟ ارشدو ودنا وارض والدينا. شكون هو هذا المستعمر اللي خليكم في مسمى جمهوريس؟ و ايام بكا تعرف ايام الصيبه قاطع من تاليس الحق ليها كان المخزن كان شويه الحكم واعر من واحد لواحد. تا نهار اللي مشاو مواليها اللي كانوا مصعمرنا مشاو قالت البلاد فوق على رسالنا كامل ديال والدينا. و
قولي لي شري في هذاك المرشح ديالكم واش كيتعاون مع الناس ولا كيتعاون معاكم؟ كيتعاون معنا هو اللي شري لنا المشكل وهو اللي مرشي علينا. شكون هو سميتو انا؟ سميتو عبد الصمد زنزان. هو يدير لكم هذا المشكل؟ هو اللي داير لنا هذا المشكل وهو اللي ما تيبيعوش لي ما تيتسوقش لينا حنا كاع ما بينه وبين ناي. يعني هذاك الرئيس تاعو هذاك القايد والباشا حداه وتيعيط على الناي وهو صافي والقبيله ناسيه. ولا ما بغيناش تلبي ليه الرغبه ديالو شنو غيدير لكم؟ هاو حرش علينا دابا السلطه من الصباح هما فينا راه ضربوا الدراري ضربوا العيال ضربوا البلاد يدفعوا العيال الكبار يطيحوهم في تطوارات راجل دمغو هذا الشيء راه عالم ومعلم هذا الشيء. جرحوا لكم شي جناح شي مداكم؟ بنت الدريه بنت خويا راه اذا كنا خلينا ادم راه حيت ما وبا وفن على عدوى السيطره دابا شكون اللي جرحوهم؟ هذاك هو السيل وقفنا علينا بزراوط وقف. علاش كيجرحوا عليك؟ قال لكم ما تبوش قدام الرئيس تاعو تقولوا لي يعطينا حقنا سيروا في حالك. زعما شنو كطلبوا نتوما؟ تنطلبوا الحقوق ديالنا وما بغيناش هو ولا النايب ما بغيناش. السيد محمد بن محمد كان يدير لي بونيك ندور دويسلي مشات لنا الارض في يامات الاستعمار داها هذا موريس كان واحد القايد تقول لي القايد العربي تيشد جدودنا ثلاث ايام ولا اربع ايام وهو في المطموره خاشي في المطموره تقول لي تيني لي في هذيك البلاد تيني الموريس في هذيك البلاد ولا تبقى هنا بلا جدا تيقول لي غير تيني نسيني لك في هذيك الارض غير الارض ديال دويسليم دويسليميه ومشات مظلومه ديال جدودنا وتصوتوا فيها والله الا القايد العربي كان تيدي العيالات جدودنا بالله العلي العظيم المرا اللي عجبتو تيديها ثلاث ايام اربع ايام تتقنع منها الله يشهد عليا تسمع من جدودي وعاد يرجع عليه تسكت لي مخازني تقول لي جيب مرت بلا راه زوينه ثلاث ايام واربع ايام وهو من الدربه وشكون اللي طيحو؟ طيحو جدي احمد الله يرحمه مسكين يوسع عليه هو اللي مجمع الناس جمع من القبيله كذا كذا ومشى عند سيدنا محمد الخامس الله يرحمه ويوسع عليه قال لي السيد راه تيغتصبنا وتيدينا اراضنا تيغتصبنا زوجاتنا وتيدينا اراضنا وطيحوا قال لي سيدنا محمد الخامس قال لهم سيروا السوق الى شفتوه هرسوه ما تقتلوش هرسوه ما تقتلوش نسمع شي من جدودي سير الى شفتوه السوق قلبوا على بولا شفتوه هرسوه وجا جدي الله يرحمه مسكين هو القبيله وجا من الناس من كل قبيله وقلبوا عليه تعيوا هذيك الساعه طاح القايد العربي البلاد داير لنا ظلما وعدما كاين اللي حصلت البلاد دابا ديالو في البحر اصبح ولادو غانين كاين اللي خايب ليه سبعة قطارة كاين اللي خايب ليه ثلاثة كاين اللي خايب ليه جوج تما دابا شحال مشات لك شتي المقطار الارض كلها ديال جدودنا هادي كلها ديال دويسليم هاديك الارض ما كاينش شي واحد يقول مشات ليا شي ارض ولا شي حاجة الارض دويسليمية وكل من هو دويسليم وارث فيها قال ما يقولك شي واحد الارض ديال جدي ولا ديال لا قالك ديال جدي ولا شي حاجة انا نبغوك كذب الارض دويسليميه كل من هو دويسليمي يستافد منها شنو كتقول في المرشح ديالكم سي زوزان هذاك ما شاء الله ولا حول ولا قوه بالله العلي العظيم اكبر شفار شفار الاراضي هذاك لا نخاف واعر هذاك الزمزم كدير لكم شي حاجه هذاك كريم ديالنا كان بغا يديروا الاحزاب الاخضر ودار لي عمي نائب دار لي هذا دار لي تعرف وعاد رجع هذاك كريم ديالنا قالوا لنا شي بعض الناس بانه كي اللي ما كتبغيش تعطيو كيهددكم بالدراك الملكي وكيضغط عليكم مسائل مسائل اخرى غير قانونيه هادشي صح هادشي ما كاينش هادشي ما نديرو تقليد ديال شي واحد عوار ما يعطيكش حقك ابدا وتا هو مشارك في هذه العمليه ديال اللي مشاركوا فيها الاراضي ما نعرف الله اعلم تا هو راه مشارك فيها مالو هو ما مشاركش تا هو راه مشارك فيها دابا شنو كطلبوا نتوما من السلطات المحليه؟ كنطلبوا من السلطات المحليه ترجع لنا الارض ديالنا، سيدنا راه ما غيطمعش فينا حنا دريوش، انا المؤمن راه تيعطينا الله ينصر ويزيد به، راه هو تيعطينا ماشي غيقول علينا، الانسان راه تيجيب الابو راه بونا هذا، الانسان البو راه تيجيب الاولاد ماشي غياخذ لهم، هذاك راه بونا، عاطينا تعاونيات عاطينا كل شيء الله يعطيه كل خير، سيدنا راه ما يظلم حتى شي واحد. سوى هذا الزمزامي وما جا وراه اللي واعر شويه الرمله تمشي دابا في الليل تمشي
تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.